أفتيت بجواز لجوء المرأة إلى نوع من الخضار لتلبية رغبتها الجنسية. باش يصدم عباد الله سيزن منين جبتيه؟ يقول في الحكمة: من قل علمه كتراث انتقاده. بمعنى لما كان قليل العلم أو لا قليل الاطلاع وأفقه الثقافي يعني ضيق، فكل ما يسمعه يستغربه وينتقده. أما هذا الذي قلته لم يكن من قولي أنا، هذا قلته عن أئمة من السلف الصالح، يعني قالوا بهذه الفتوى: المرأة اللي هي غير متزوجة، ربما كانت متزوجة ومات زوجها أو لم يتيسر لها الزواج والغريزة الجنسية تقاومها، وطبعا نعرف أن الغريزة دي عاتية، فهي تهربا من الحرام وحفاظا على عفتها تلجأ إلى مثل هذه الأمور للتخفيف عن هذا الضغط عن نفسها. شوف الشيء غريب وعجيب. هذا المجد أنهم لا يعرفون الثقافة الشرعية. سئلت منذ أيام قليلة من طرف جريدة الصباح عن الرجل الذي يأتي زوجته بعد موتها، ففوجئت حقيقة بهذا السؤال، وسألت حينئذ الصحفية: هل في الناس من يفعل هذا الفعل؟ لأنه فعل شنيع ومستهجن ولا يصدر من ذي طبع سليم ولا مزاج معتدل، لا يفعل هذا إلا من كان مختلا إما عقليا أو نفسانيا. على كل حال، أنا لا أملك حق التحريم، فالفتوى لا تصنع حسب الرغبة وحسب الهوى، ولكنها حكم الله عز وجل. لهذا لا حق لي أن أحرم هذا الفعل بمجرد رأيي رغم شناعته وبشاعته. الدليل الذي استندت إليه في هذه الواقعة وهو أن موت المرأة لا يقطع علاقة الزوجية بزوجها. موت المرأة لا يقطع علاقة الزوجية بزوجها، فتبقى زوجته بعد الموت يعني في الآخرة كما كانت زوجته في الحياة الدنيا. إذن فهذا يعني واضح وصريح في أن العلاقة الزوجية لا تنقطع بالموت، بموت المرأة، فتبقى المرأة زوجة لزوجها. وإذا كانت المرأة زوجة فالزوج له الحق أن يمارس ما شاء معها، مثلا التقبيل، فهذا أمر عادي، الرجل يقبل زوجته بعد موتها يعني حبا وحزنا وأسفا، هذا أمر عادي يفعله الناس ولا حرج فيه. وهذا لا يعني أنه إذا قلنا هذا الفعل مباح لا يعني أنه محمود وأنه مقبول، يعني ممارسة الجنس على جثة المرأة لا يعني أنه فعل محمود وإن كان مباحاً.